طويلة ولا قصيرة؟ إيه الأحسن للمدرسة؟ إنها تقطع الفصل بخطوات عملاقة ولا تكون قصيرة جداً؟ اكتشفوا ده معانا في الفيديو الجديد. السنة الدراسية الجديدة زي اللوتري. أنا عايزة أقدم لكم مدرستنا الجديدة ميس كانديس. واو، بطول زي ده المفروض تكون موديل. يا ترى هتحتاج المدرسة في إيه؟ وميس بيني، لكن هي فين؟ ميس كانديس، ما شفتيش زميلتك؟ أنا هنا أهو، تحت، هنا. أهلاً. وميس بيني، لو سمحتوا حيهم تحية حارة وما تركزوش، لكن الطلاب مش قادرين يمنعوا نفسهم، مصدومين من التناقض. مش كل يوم بتقابلوا عملاق وقزم. أول حصة مع المدرسة الصغيرة مثيرة جداً. الطلاب مش عارفين إذا كانوا هيحبوها، لكن واضح إن المدرسة اتأخرت، وأكيد دي علامة كويسة لأن الولاد ما عندهمش مانع يكلموا شوية أثناء الحصة. انتباه لو سمحتوا يا طلاب. أوه، الطلاب ما لاحظوش ميس بيني وهي ماشية في الفصل. طيب، مش هكون أول مرة. خبرتها في التدريس هتساعدها في حل المشكلة دي. كرة التمرين هي اللي طايرة في الهواء. مش سهل النط وانتي بتدرسي، لكن ميس بيني هدفها نبيل، إنها تقدم لطلابها أحسن تعليم ممكن. الطلاب بقوا منتبهين جداً. إزاي ممكن يبعدوا عنيهم عن العرض ده؟ اللي جاي بعد كده حصة التاريخ مع ميس كانديس. بصوا عليها، الوقت ده المفروض يكون المادة المفضلة لميس كانديس، بتحط كل روحها في المحاضرة. ومش بس كده، إيه ده؟ لعاب؟ العملاقة مش بتفكر أصلاً في إنها تبطأ كلامها، هي مش بس بتمطر، دي بتطرطش. إحنا لازم نستخدم شمسيات. ملحوظة، نجيب بالطو مطر لحصة ميس كانديس الجاية. زي الطلاب، المدرسين مش دايماً بيفتكروا جداولهم. يا ترى محاضرة ميس بيني الجاية في أي فصل؟ أنا مش قادرة أشوف أي حاجة. مين صاحب فكرة تعليق المعلومات المهمة عالي قوي كده؟ استنى، هو ده كان إيه؟ الطلاب مش بس ما لاحظوش المدرسة، دول افتكروها بقطعة أساس. أوه لأ، هو إيه اللي بيحصل؟ هاي، شيل الجاكيت بتاعك. لكن ما حدش بيسمع المدرسة الصغيرة، الهدوم عمالة تيجي من كل مكان. كانديس أخيراً بتظهر في الفصل، أكيد هتساعد. ألو؟ أيوه، أنا عندي حصتين تانيين. لحظة واحدة، إيه ده؟ الطلاب هنا مش أذكياء خالص، افتكروا إن إيدين كانديس شمعات هدوم. كده عيب، ليه مش بتحط كل حاجة في مكانها؟ هاي يا زميلتي، ده تصرف وقح جداً. في مكان تاني، قطعة أساس، رغم إنها غريبة شوية، لكن مش مهم. الطلاب مش قادرين يتعودوا على دروس بيني. مش ممكن تعرفوا أبداً إذا كانت المدرسة في الفصل ولا لأ. هاي، انتبهوا! لكن لفت انتباه الطلاب هو نص المعركة. لسه لازم تشرح لهم المادة، وبشكل كويس على البورد. لكن المدرسة القصيرة مش قادرة توصل لها. هاها، الفصل مش هيشتغل النهاردة. بيني متضايقة، وبتبعت بريندن لبرا الفصل. الدرس بيكمل لما الطالب بيجيب سلم. يا ترى في حد تاني عايز يضحك؟ لأ؟ يبقى اسمعوا. ميس كانديس ما عندهاش مشكلة في الوصول للبورد، لكن ده مش بيخليها مرتاحة خالص كمان، لأنها مضطرة إنها تميل علشان تكتب. هي مش بتدرس نحو ليه؟ كانت هتكون علامة استفهام هايلة. أوه، المهرجين دول، رغم إنكم مش هينفع تهزروا مع مدرسة طويلة. أنت وأنتي، تعالوا هنا. المدرسة الطويلة بتحط كيري على أكتاف جارها، وبتطلب منهم يمسكوا البورد في المستوى المناسب لطولها. كده أحسن لها بكتير. الحصة أخيراً انتهت. واضح إن الطلاب هيفتكروا الحصة دي لباقي حياتهم. كل الطرق بتوصل للكافيتيريا. ده المكان اللي ممكن تاكلوا وتتعلموا المدرسات بيتصرفوا إزاي في الظروف غير الرسمية.
المدير جد جدا، بقاله ساعة ونص بيختار غداء وبيني مش منتبهة، لكن زميلتها الطويلة هتوريها اللي بيحصل. انتي مبهدلة شوية. المدرسة الصغيرة بسرعة بتمسح بقها وعلى طول بتواجه مشكلة تانية. ميس بيني، انتي فاكرة نفسك بتعملي ايه؟ عدم الاحترام لهدومه المثالية صادم. اوه لا، ده فشل ذريع. بتخلطي بين طرف هدوم المدير والمنديل كده كتير قوي. رف الحلويات هو المفضل عند الطلاب، دايما بيكون زحمة. كويس ان ميس كانديس مش مضطرة تبعد اي حد. اوه واو، بتقدر تاخد اي حاجة هي عايزاها. ترهنوا انها تقدر بدراعاتها الطوال دول. ده حل هايل، فمش هتكون مضطرة انك تمسكي الصينية في الهواء من ارتفاعها. مش قادرة تفهم انها هتخلص غداها وتروح على فصلها. اوبس، طيب الحوادث بتحصل. براندون، استمتع بوجبتك. شكرا يا ميس بيني، وشكرا ليك يا ميس كانديس، دول مختلفين خالص. الامتحانات بتساعدكم تتعلموا احسن. بيني بتسلم الامتحانات لطلابها. للنهارده كل حاجه كانت كويسه، ما حدش بيحب الامتحانات رغم ان الامور مش وحشه بالنسبه للمدرسه الصغيره. واضح ان ميس بيني مشيت، ممكن نغش موبايلات، اوراق غش، كتب مدرسيه. احنا هننجح في ده. حاجه واحده الطلاب ما عملوش حسابها، ان ميس بيني مش بسيطه زي ما بتبان. اوبس، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ اوه لا، هي كانت موجوده فعلا في الفصل طول الوقت لكن ما حدش لاحظ. ولو مش عايزين تدرسوا انا هستناكم عشان تعيدوا الامتحان، لكن في نفس الوقت انتوا هتاخدوا اف كبيره. ايه المفاجاه اللي مش سعيده دي؟ هي ازاي نجحت في الامتحان ده من اول مره؟ ميس كانديس هي كمان بتمتحن الطلاب امتحان. امتحان تاني؟ هو احنا هنمتحن كام امتحان؟ لكن الفصل ده فيه مجموعه من احسن الغشاشين في العالم. اوبس، الكراسه وقعت، دي اللي كنا هننقل منها. جاك ليه اسلوبه الخاص، ورقه غش في قلمه لكنه مش ممكن يرتاح. ميس كانديس بتشك في حاجه. الطلاب اتخلصوا من الدليل فورا، لكن براندون مش من النوع الخجول. معادلات على الجزمه. براندون انت مبدع جدا. اوه لا ميس كانديس، ده مش زي ما انت فاكره. اسفه، مش هتقدر تضحك على المدرسه. اف صغيره لاكتر طريقه مبتكره في الغش. اشوفك تاني في اعاده الامتحان. اكيد النهارده ده مش يومه. جائزه المدرسه المثاليه قربت، والمدرسات لازم يبانوا في احسن صوره. كانديس وبيني بيدوروا على الفساتين المناسبه. فاتح جدا، مكشوف قوي قوي. الفستان ده شكله تمام. اهلا يا زميلتي، هتروحوا الحفلة فساتين زي بعض؟ ليه ما تدوروش على حاجة تانية؟ كويس إن الفستان ده ما جاش على مقاس المدرسة الطويلة ولا المدرسة الصغيرة. هو طويل جدا عليا. أيوة، وقصير قوي عليا. أنا لازم ألاقي حاجة تانية. احتفال الجايزة ماشي بشكل هايل. الطلاب بيرقصوا مستمتعين. وهنا المدير بيطلع على المسرح لإعلان الفايزين. بينادي على كانديس. واو، الفستان جميل. واو، بيني هي كمان في أحسن شكل. إطلالتها مثالية. مبروك يا زميلتي. الورود دايماً بتكون حلوة، خصوصاً لما بتكون جميلة جداً وطويلة. دي مجرد زهور، لكن في إيدين ميس بيني شكلهم بيبان أضخم. ميس كانديس على العكس، بتخلي البوكيه العادي يبان كأنه زينة صغيرة. هاي، ده وقت ان الطلاب يباركوا للمدرسين على جائزتهم المستحقة. مين مهتم اذا كانت المدرسة طويلة ولا قصيرة ما دام هما اذكياء؟ طيب وبالنسبة للطول، ده مش مهم خالص. ودلوقتي يلا نرقص. عجبكم سيناريوهاتنا عن المدرسات الطوال والقصيرين؟ ايه اسم مدرستكم المفضلة؟ قولوا لنا في التعليقات. اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتنا، وتأكدوا تضغطوا على الجرس. ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة عن الأنواع المختلفة من المدرسين على تروم تروم سيلكت.